يعني نروح مع حضراتكم الموضوع تاني. يوم 25 و29 مارس ان شاء الله في ماتشين مهمين جدا للمنتخب المصري، ماتشين الفيصل اللي هيلعبهم قدام السنغال. يا ترى ايه حظوظ المنتخب المصري للحصول على بطاقه التاهل لمونديال 22؟ الاجابه على السؤال ده موجوده في هذا التقرير. مصر والسنغال وجها لوجه في المرحلة الأخيرة والنهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. يا ترى منتخب الفراعنة هيحقق النتيجة الإيجابية ويتخطى أسود التيرانجا ويحجز تذكرته في مونديال قطر؟ الإجابة على السؤال ده محتاجة مننا نرجع للتاريخ اللي دايماً بيكون مراية للمستقبل. لما جينا بحثنا وفتشنا في تاريخ مواجهات المنتخبين خلال السنين اللي فاتت، اكتشفنا تفوق واضح للفراعنة على أسود التيرانجا. منتخبنا الوطني واجه السنغال في 14 مباراة، منهم 12 مباراة رسمية ومباراتين وديتين. مصر فازت في 7 مواجهات، والسنغال حققت الفوز في 5، وتعادلنا معاهم في مباراتين. الأرقام دي لحد دلوقتي بتقول إننا بنمتلك تفوق نسبي لصالحنا في عدد الماتشات اللي قابلنا فيها السنغال، وده كان واضح جداً في عدد الأهداف اللي سجلناها في مرماهم خلال المواجهات اللي جمعتنا بيهم، وسجلنا فيهم 12 هدف وسجلوا فينا 8 أهداف. الحقيقة إحنا ما واجهناش السنغال غير مرة واحدة بس في هذه التصفيات، وكانت تصفيات مونديال 2002 اللي اتلعبت في كوريا واليابان. في مباراة الذهاب اتعادلنا معاهم 0-0، وفي العودة فزنا عليهم 1-0. أما المنتخب السنغالي كمل مشواره ونجح في الصعود لمونديال 2002، وقدم مجموعة من المباريات الحماسية قدام أقوى منتخبات العالم لحد ما قدروا يوصلوا لربع نهائي البطولة. نقاط القوة عند المنتخب المصري متعددة، أهمها الروح والمعنويات العالية اللي بتكون عند اللعيبة خصوصاً في المباريات القوية، وده كان واضح للجميع في مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون. ده غير إننا بنمتلك لعيبة قوية في صدارتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، وعمر مرموش ومصطفى محمد. أما نقاط القوة عند المنتخب السنغالي فالحقيقة هو بيمتلك قدرات لازم نخلي بالنا منها، أهمها إن في 18 لاعب في صفوفه محترفين في أكبر وأهم الأندية الأوروبية، أولهم ماندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، وساديو ماني في ليفربول، وغيرهم من اللعيبة. الاستعداد للمباراة الفاصلة من جانب المنتخب المصري ماشي بشكل طبيعي وحماسي وإيجابي جداً، وكل اللعيبة معنوياتهم مرتفعة، لكن الجماهير قلقت أول ما عرفت إن محمد صلاح اتصاب في مباراة برايتون اللي اتلعبت في الدوري الإنجليزي، لكن خرج المسؤولين عن المنتخب المصري وأكدوا إن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباريات السنغال يوم 25 و29 مارس في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم مش مقلقة، وإن صلاح جاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، خصوصاً إن الإصابة كانت خفيفة ومش هتمنعه من لعب المواجهتين مع المنتخب المصري.